مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده. اسعد الله مساء حضراتكم بكل خير. النهارده حلقه مختلفه كمان، فيها حاجات حلوه كتير جدا نتابعها مع حضراتكم باذن الله، يعني ان شاء الله تستمتعوا بيها وتستمتعوا بكل الفقرات اللي معانا، وكمان تستمتعوا بالاخبار. معانا اخبار كتيره جدا نتابعها مع حضراتكم، حاجات حصريه وحاجات فنيه ورياضيه كمان على الساحه، ابرزها يعني على الساحه كمان ان شاء الله نتابع حاجات كتير جدا مع زميلتي العزيزه نوره. نوره مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الورد. ايه الاخبار؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله والله زي الفل. خير يا مساء الخير والسعاده والورد على احلى مشاهدين بيتابعونا وبيتابعوا برنامجنا خطوه عزيزه على شاشه قناه المحور. معانا بقى اخبار فنيه ومعانا فقرات متنوعه. هنبدا الاول بالاخبار الفنيه. معانا خبر الفنانه الجميله جدا اليسا. احتلت الفنانه اليسا اللبنانيه المرتبه 45 في قائمه اكثر 50 شخصيه مؤثره على تويتر لعام 2020. طبعا يعني نوره كمان الفنانين ومن الفنانين هي طول طبعا عمرها يعني فعلا من الناس أكيد المؤثره جدا أكيد يعني. طبعا وليسا كمان عملت حاجات قويه جدا في الالبومات اللي فاتت، كسرت طبعا، عملت بوم جامده جدا. طبعا من الفنانه اليسا نروح لحماقي. حماقي كمان بيعلن دعمه لابطال الالعاب الفرديه ماديا كمان واعلاميا كمساهمه في اعداد فريق اولمبي، فطبعا دي حاجه جميله جدا طبعا من الفنان الكبير يعني محمد حماقي، بنوجه له طبعا كل التحيه طبعا والتقدير. كمان الحاجات الناس الانسانيه المؤثره جدا أكيد. حماقي يعني تلاقيه انسان راقي فعلا طبعا كدا. طبعا اكيد. نروح بقى لاخبار السينما دلوقتي وبدء عرض فيلم فيروس بالسينمات. طبعا يعني اكيد السينما دايما بتشتغل دايما الفتره اللي فاتت دي عن الحاجات اللي بتحصل فيها دروب اكيد طبعا، الحاجات اللي بتحصل فيها ترندات حاجات وفيلم فيروس من الافلام أكيد. اللي الواحد نفسه ان هو يتابعها فعلا. كمان فيروس، لا كمان فيروس اول فيلم مصري يصار باحدث كاميرات في العالم، يعني استخدام كمان احدث الامكانيات في التصوير فعلا. طبعا حاجات جميله جداً. طبعا احنا بنشكر طبعا القائمين على الجرافيك والاستعانه طبعا فريق اجنبي مصري تنفيذ الخدع والجرافيك والحاجات الجميله دي. كمان بتدور احداث الفيلم ده في اطار رعب تشويق. كمان ابطال العمل الفيلم ده اخراج طبعا اسامه عمر الكبير طبعا، وبطوله شريف السلموني ومارتينا عادل وتامر القاضي وفاء صادق، وكمان الاستاذه مها ابو عوف وريم البارودي ونهير امين وياسمين رحمي ومحمود جمعه وعبد الحميد منصور وجمانه فؤاد، يعني اسماء جميله جدا طبعا، وسلمى المعز وبيجاد المغربي وعصام شاهين وعبير سعيد، اسماء كبيره قوي. نروح بقى للرياضه. نروح بقى الاخبار الرياضيه اللي معانا، ومعانا استعدادات اللعيبه لماتش نهائي القرن. انت هتحضر الماتش فين صحيح؟ نهائي القرن. نهائي القرن. طبعا كلنا بنبقى أيوة. يعني مؤيد ومعارض حاجات وطبعا محمد صلاح طبعا عامل تصريحات جميله جدا ان هو قد ايه من الشخصيات المؤثره جدا محمد طبعًا صلاح. طبعا. واتكلم طبعا عن الماتش وعن اهميته في نقل صوره قويه وكويسه جدا عن مصر. اكيد. اكيد طبعا احنا محتاجين نشوف كمان محمد صلاح عشان احنا هنفتقده في الماتش اللي جاي. اكيد طبعًا. ربنا يا رب طبعا يتم شفاه على خير، ويعني عرض كده لمحمد صلاح بعض الاخبار طبعا، ربنا يا رب يتمنى له طبعا يعني السلامه ويرجع لنا للملاعب سواء الملاعب الاوروبيه او الملاعب المصريه. بس الاول خلينا نطلع دلوقتي نشوف كده محمد صلاح رايه ايه في ماتش الاهلي والزمالك، ونرجع لحضراتكم تاني. اكيد لازم نتابع محمد صلاح. حاجه انا فخور جدا بيها، وكنت بتابع الماتشين اللي قبل النهائي الاهلي والزمالك، وكنت عايزهم يبقوا الاثنين مع بعض في الفاينل في نفس الوقت، مش عايز يبقى في حساسيه بين اللعيبه ان في فاينل بيلعبوا الاثنين فيهم سوا وبعدين هيروحوا المنتخب او قبل المنتخب. بس انا اكيد مبسوط ليهم الاثنين، والحمد لله ان هم صعدوا الاثنين، ومتاكد ان هو الفرقه اللي هتبقى كويسه في النهائي هي اللي هتكسب. بس دي حاجه كويسه لصالح المنتخب طبعا الاول، ولصالح البلد برده في نفس الوقت كصوره اللي وصل الفاينل الاهلي والزمالك وكان الكونفدراليه. كمان طبعا شفنا الكبير طبعا نجم الكبير محمد صلاح ورايه اكيد احنا متشوقين دايما لمحمد صلاح في اي قرارات بيطلعها اي صوره بينزلها طبعا. كمان من محمد صلاح طبعا بنتمنى يعني ان هو يرجع الملاعب بقى بشكل اسرع عشان احنا يعني هو وحشنا جدا. طيب من محمد صلاح نروح لاخر قرارات الفيفا. الفيفا مجهزه لنا ايه حاجات جميله وحاجات ممكن تزعلنا. فيفا ينهي مسيرة أحمد في القارة السمراء بسبب تهم الفساد المالي. انتهت مسيرته خلاص بقرار من لجنة الأخلاقيات التابعة طبعا للاتحاد الأوروبي فيفا. طبعا يعني قرار مؤسف وكده يزعل بجد. أخبار بس في أخبار حلوة برضو الحمد لله. وإنها وانت تتفرج على الماتش فين بقى؟ طبيعي. في البيت ولا بره؟ ماتش الزمالك والأهلي طبعا بيبقى
بيحدث فارق كده معايا انا شخصيا. اه طبعا ممكن يعني ممكن احضره مع اصدقائي طبعا، احنا ملتزمين طبعا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه. نشوف بس مين اللي هيكسب الاول عشان تبقى خناقه بيني وبينك. مش هقول على الهوا. طيب مشاهدينا الكرام هنطلع دلوقتي الفاصل سريع جدا ونرجع لكم على طول ونكمل فقراتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا، ومعانا فقره الميك اب، ودي فقره مهمه جدا لكل البنات دايما بتسال نعمل ايه قبل الميك اب، طب ايه الحاجات اللي بتبوظ الميك اب، كل الحاجات دي هنعرفها في الفقره دي مع الميك اب ارتست مي المقدم. منوراني يا مي. ميرسي قوي. والموديل الجميله طبعا ريهام سعيد. ازيك يا ريهام عامله ايه؟ ازيك يا مي، ايه الاخبار؟ منورانا ومشرفانا. ربنا يخليك يا رب. مجهزه لنا حاجات كتير النهارده. انا بس في البدايه حابه اشكر مي على الميك اب اللي هي عامله لي النهارده، لان هو بصراحه طالع حلو جدا. نبدا بقى يا مي فقراتنا، ان البنات مش عارفه ايه الخطوات اللي قبل الميك اب بالظبط، في حاجات قبل الميك اب بتتعمل ولا مفيش حاجات اصلا بتتعمل؟ لا طبعا قبل لا اكيد موجود. اهم خطوه في البدايه كاول ستيب ان احنا بنهيئ البشره عشان نحط ميك اب، عشان يفضل الميك اب شكله كويس لازم بنرطب البشره كويس جدا، نحط برايمر، نحط الحاجات الديري التصبغات لو في تصبغات والهالات اللي تحت العين دي، اول خطوات بنبتدي بيها للبشره علشان البشره تبقى كويسه جدا والميك اب شكله لطيف. بعد كده بندخل في المرحله الثانيه اللي هي الفاونديشن، اختيار درجه الفاونديشن مهمه جدا في شكل الميك اب، شكل الميك اب على البشره، يعني لون الفاونديشن لما يبقى مناسب هتلاقي شكل الميك اب افضل، مش هتحسي فيه ان هو انت عينيكي منزعجه منه. اكيد اكيد. طيب بصي مي، يعني الاسماء اللي انت قلتيها من شويه دول اكيد طبعا البنات كلها عارفاهم يعني، بس هل دول بيخلوا شكل الميك اب حلو فعلا ولا في حاجات تانية ممكن تساعد في ان انا اخلي الميك اب شكله حلو؟ لا هو اصلا كشكل للبشره يبقى كويس الاهتمام بالبشره، ان انت تهتم ببشرتك ديت هتطلع الميك اب شكله افضل. نهتم ببشرتنا ازاي؟ نعمل لها روتين يومي. يعني مثلا نخلي ترطيب دايما يوميا صبح وليل، نعمل من وقت للاخر سكرابات اللي هي تخلي البشره ملمسها افضل فيخلي شكل الميك اب افضل. حلو جدا. طيب دلوقتي احنا معانا ريهام، هي حاطه انت حاطه لها الميك اب عادي بس هنزود ايه بقى؟ يعني احنا مع ريهام رطبنا طبعا بشرتها، احنا طبعا في فتره الشتاء دي بتبقى البشره شويه جافه فيها قشور، فطبعا بيبقى الترطيب مهم جدا، بنرطب بنحط برايمر، لو في هالات بنكنسلها بدرجه اغمق شويه اللي هي الدرجه اللي هي ممكن لونها على مشمشي، فدي بتكنسل الهالات. لو في تصبغات برضو في بشرتنا بنحط عليها. في اوقات بيطلع لها حبوب كده في وشها فجاه، تداريها ازاي مثلا؟ يعني على حسب، لو الحبايه مثلا ديت لونها احمر بيبقى ليها حاجه معينه، يبقى ليها لون اللي هو اللون اللي هو المشمشي. تمام تمام بس ممكن يكون داكن شويه صح؟ يعني اللون ده بيبقى داكن شويه ولا بيبقى اللون الفاتح؟ يعني مشمشي ده يعني درجه يعني الاحمر الغامق مثلا على المأذون. طب نطبق على ريهام، ايه رايك؟ نطبق على ريهام. يلا بينا. احنا دلوقتي ريهام حطينا البيز وحطينا الفاونديشن وثبتنا بالبودر، احنا ممكن نزود كونتور شويه اللي هو ان احنا نبرز ملامحها. تمام. ده الوش معين نزود الكونتور ولا اي وش عادي؟ لا طبعا كل وش بيبقى له كونتور معين. تمام. احنا دلوقتي هنبرز منطقه الخد، هي وشها ان شاء الله مدور، هنبرز المنطقه دي. طب ليه برزتي المنطقه دي يا مي الاول؟ ليه ما بنبداش بالقوره؟ ليه ما بنبداش مثلا؟ هو يعني اللي بيلفت الانتباه الاول هو الوجه من هنا وبعد كده هنطلع. طب مي وبعدين ريهام اتفضلي. واحده بقى ملبوظه عندها خدود، ايه هنعمل ايه معاها؟ كونتور برضو. حلو. يبقى هو شغلنا اساسي على الكونتور. هنحدد الوش بتاعها، نشوف وشها لو تخين بنحاول ان احنا نخلي الكونتور نازل على تحت، اللي احنا نسحب شويه الوش ما نطلعهوش على الخد من فوق. كل ما الكونتور يبقى نازل لتحت بيبقى مدي مساحه للوش ان هي مسحوبه. حلو جدا. تمام. في بنات برضو مش بتعرف ترسم الحواجب، يعني تقول لك لا انا مش بعرف ان انا ازاي ارسمها لو عندها مناسبه او حاجه.
فعلا دي مشكله بتقابل بنات فممكن برضو قرا وتورينا حاجه كده للحواجب الحواجب احنا طبعا هنا عاملين الحواجب عشان بس مساحه الوقت احنا في كبدايه رسم الحواجب جميل. المفروض نبتدي الرسم من نص الحاجب هنا كده بنسحب على خفيف على ورا كده تمام ومعلومه ان الفرشه ما تبقاش مليانه من البرودكت ذات نفسه تمام. حلو جدا تبقى حاجه خفيفه ونبتدي واحده واحده فالشكل يطلع مظبوط اكتر اكيد تمام وطبعا بنسرح الحاجب كويس ونحاول نملى الفراغات بس الاول لو الحاجب مثلا رفيعه شويه تحتاج ان هي تتخن بنطلع شويه بره الشعر وبرده احنا بنبتدي من النص ما نبتديش من الاول دي غلطه بقى كبيره جدا البنات بيغلطوها ان هم اول شغلهم يبتدي من هنا من اول الحاجب ده بيخلي شكل الحاجب حاد وتحس ان في حاجه غلط مش مظبوط فانت بتبتدي من النص وبعد ما الفرشه بتخف شويه تبتدي تطلع على قدام ده بيخلي شكل الحاجب طبيعي جدا طيب البنات في البيوت دلوقتي انا عايز اديهم نصيحه بسيطه كده ان هم ازاي يقدروا يعقموا طبعا يعني في ظل الاجراءات دي الادوات بتاعتهم طبعا عشان ممكن تكون واحده صاحبتها استخدمتها يعني هكذا إيه طبعا كل حاجه لها طريقه معينه للتنظيف يعني البرش مثلا فيها ليها طريقه معينه ان احنا مش طبعا مش بالصابون بيبقى في حاجه كده ليها مخصصه للغسيل وبنبتدي ان احنا لو مثلا ننشفها بالاستشوار ولا حاجه او نسيبها ان هي براحتها يعني ممكن حلو جدا. نسيبها يوم طيب. بصي يعني دايما في اخطاء البنات بتعملها في الميك اب انت بتشوفي طبعا اكيد طبعا شفتي عرايس كتير وحاجات في مواقف كتير صح. ايه اكتر الحاجات البنات مشتركه فيها ان هي بتغلط الغلطات دي ان هي مش اول حاجه البنات مش بتهتم ببشرتها خالص ودي مشكله بتخلي شكل الميك اب وحش جدا يعني بشرتها تبقى متبهدله وتبقى عايزه الميك اب يشيل لها كل اللي في وشها يمسح لها كل حاجه وده غلط البنت كل ما تهتم ببشرتها تعرف تحط ميك اب وطبعا اختيارها للميك اب ذات نفسه ده حاجه مهمه جدا ان هي تبقى عارفه درجه بشرتها وجايباها مظبوط ده هيطلع معاها نتيجه افضل حلو جدا ما هي احنا طبعا بعد يعني فتره الكورونا ان شاء الله ما تطولش عندنا يا رب يا رب يعني وخلاص بقى كترت الافراح وربنا يا رب يكتر افراحنا داخل طبعا بيوتنا المصريه انا دلوقتي عايز اعرف الفرق بين الميك اب السوري والميك اب العادي اللي البنت بتحطه في الجامعه والعادي في البيت او خارج البيت والميك اب السوري بتاع الفرح يعني احنا مثلا دلوقتي احنا كده ممكن يعتبر اللوك ده سوري يعني احنا حاطين الفاونديشن والبودر الحاجات اللي هي الاساسيه اللي اي بنت المفروض تعملها وهي رايحه مناسبه احنا دلوقتي في الاي شادو مثلا ممكن نستخدم الاي شادو كلون انتقالي لون خفيف كده مثلا زي ما احنا عاملين بس يا نورا يعني انا عارفه انت مية بتقول بتقول حاجات مهمه جدا بتسال اسئله مهمه فعلا يعني احنا مثلا دلوقتي اللوك ده هنمشيه سواري ماشي هنحط لون انتقالي خفيف كده اللون مثلا ما يبقاش غامق قوي ولا فاتح قوي على عظمه العين هنا واهم حاجه في الاي شادو ان احنا ندمجه كويس يعني كل ما بتدمجي الاي شادو كل ما بيبقى شكله افضل احنا طيب. ممكن نعمل كده بص يا مي كمان الشباب بقى دلوقتي يا نورا ويا مي برضو انت ممكن تشاركيني في الموضوع ده شباب يعني اغلبيه الشباب ممكن تقول لك انا بحب البنوته اللي من غير ميك اب فعلا بتعجبني ممكن تكون يعني بتريحه اكتر يعني في المظهر العام بتاعه فعلا هو فطبعا ده مشكله بتواجه الشباب كتير كده طلباتهم أيوة كتير دايما ما بعرفش الرجاله بقى ما بعرفش ليه هم الرجاله محترمين زي ما اكيد طبعا فعلا معظم الشباب بتبقى كارهه الميك اب علشان بيشوفوا شكل الميك اب مش حلو لان هي حاطاه مش حلو مش حاطاه مظبوط كل ما تبقى عارف انت بتعمل ايه كل ما هيطلع شكل الميك اب افضل طيب مي معلش نصيحه بقى كده اخيره للبنات يمشوا كده عليها في عشان يطلع الميك اب بتاعهم حلو جدا اهتمي ببشرتك تمام رطبيها دايما شرب الميه في الشتاء ده مهم جدا علشان البشره تبقى نضره حاجات بسيطه قوي هتفرق معاكي جدا في بشرتك يعني انت ما تكسليش على بشرتك ابدا عشان يخلي شكلها دايما كويس بس وطبعا اختيارها للماتيريال طبعا ده عليه عامل برضو كبير جدا اختيارها الافضل للماتيريال بشكرك جدا مي المقدم ميك اب ارتست جميله جدا وشغلك حلو جدا ربنا يوفقك يا رب كمان يعني ريهام كمان نورتينا وشرفتينا نورتينا ريهام سعيد طبعا نورتينا مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل صغير جدا ونرجع نكمل فقراتنا
رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وكمان عندنا حاجات جميله جدا منورانا ومشرفانا في الاستوديو اماني حسني الهيرفيل او الهير اند فيل زاي. ايوه صح، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. الاخبار طبعا اللي منورانا طبعا كمان في الفقره دي ريهام منورانا يا اماني بجد. منوراني، بشكرك برضو على الفيديو اللي انت عاملاها لي دي، جامده جدا. تسلم ايدك والله. مظبطاها بقى، انتوا مظبطينها. طيب انا عايزك تقولي لي كده بدايتك يعني في عجاله، يعني البدايه جت منين والانطلاقه كده انطلقت ازاي؟ البدايه الفكره ما كانتش في دماغي خالص، يعني بعمل لنفسي، بعمل لاصحابي حاجات كده بسيطه. فكره الفيل اصلا مش موجوده عندنا في مصر قوي، يعني ان هي يبقى ليها حد متخصص. فكنت بعمل ديزاينات مختلفه في ربطه الطرح. احنا عندنا فكره الفيل، الطرحه عباره عن قماشه بنلفها، دي الطرح. فكل كل وش وليه شكل، كل وش وليه بروفايل معين لوشه، يليق يعني الطرحه تليق عليه. واحده وشها طويل. يا انت تورينا الموضوع ده، ما ينفعش تكلمينا كده عنه. لا، بروفايل بيبقى ليه ديزاين بتاعه، ممكن كذا حاجه تليق عليه، بس دايما في حاجه هي بتاعته. طيب يعني طب انت هتعملي لنا ايه دلوقتي؟ انا هعمل دلوقتي لفه تنفع خروج، تنفع سواريه. حلو. على حسب ما بتغير القماشه. اماني جابت الخلاصه. عايزين كده اعمله كده، عايزين كده اعمله كده. بنتني طبعا الثانيه المعروفه. ايوه طبعا، امهاتنا كلها بنوجه لهم طبعا يعني تحيه وتقدير في البيوت، بيعملوها دايما. الدبابيس اللي هتشوكنا واحنا قاعدين دي، ربنا يستر. لا ما تقلقش. قولي لنا بقى انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي كل اللي بعمله ان انا بثبت طرف الطرح. ماشي. يعني بقصره على قد ما اقدر. حلو جدا. طب ايه المشاكل بقى اللي بتواجهك كده مع العرايس مثلا؟ لو انت في عروسه مثلا يبقى في دماغها حاجه، انت بتقنعيها ازاي بحاجه ثانيه؟ المشاكل. ايه المشاكل اللي بتقابلك؟ تيجي لي عروسه تقول لي انا ما بيليقش عليا غير تركي. طيب انا اول ما بشوف وشها، لا انت ما ينفعش معاكي التركي اصلا. وهي تبقى فعلا ما بتعملش في حياتها غير التركي، عشان مثلا هي وشها طويل. طب انتوا فاهمين غلط على فكره، دي من الحاجات الغلط جدا. انت وشك طويل، ما ينفعش تعملي تركي. انا جيت كده زي اللي عملت ايه، جبت مارك وحددت الديفو بتاع الوش. طب ده ازاي؟ طب انت عملتي دلوقتي رجعتي الطرف من ورا، قمت جايه الطرف إيه حطيتيه قدام. تمام. جبته قدام خالص، يا دوب فرق مثلا سنتي. ده عشان وش ريهام كده انت عملت لها اللفه دي؟ اكيد بيختلف طبعا. عشان ريهام وشها مدور. هي مدور. تمام. ما وقفتش الطرحه، لا دورت. طب لو وشها طويل مثلا ممكن تعمل ايه؟ وشها طويل على حسب وشها. في واحده ممكن يبقى وشها طويل بس الجبين عريض، اعرض من الفك. تمام. فدي ممكن اعمل لها تركي، بس لازم اقلل حجم الفك العرض بتاعه. تمام. لو واحده وشها طويل بس هي وشها رفيع، دي سبانش. ما ينفعش معاها غير كده. تخصصات برضه يا جدعان، يعني الموضوع علم ودراسه. طيب انت يا اماني بتفضلي خامات معينه في الطرح ولفه الطرح، وخامات بقى قماش معينه ولا بتفضلي للأسف حاجه معينه؟ للاسف معظم البنات دايما بتجيب الشيفون والكريب وال بتوع الشيفون. انت ايوه بقى، احنا مش بتوع الحاجات دي. دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تلفي بيها طرحه. ما زمان كانوا دايما الطرحه دي قماشه، هم بيشتروا قماش يفصلوه يلفوه خلاص كده. انا عملتها احسن ايام والله. احسن ايام. طب في لفات في الشتاء، في لفات في الشتاء ان هي مثلا تتلف، ولفات في الصيف تتلف، ولا في حاجات هنا وحاجات عادي مع بعض؟ الاسبانيش عامه بينفع صيف او شتاء. صيف او كل شتاء. كل الفرق. طب الطرحه اللي قدام التركي طبعا شتوي اكتر يعني، شتوي. بس الاسبانيش دايما بيدي سنك يعني، يعني بيصغر السن. التركي تحسيها ايه، ماما، حد كبير شويه. فهي لو عايزه تعمل اسبانيش في الشتاء ممكن طرف الطرحه دي تطولها وتجيبها بس كده. اماني جدا. انت طبعا اكيد، بصي يا نوره اكيد بتتابعي دي كده اللفه دي. اللفه انت هتسيبيها كده طبعا. تمام. أوكي. دي كده على جنب، دي بتنفع قوي للوش الطويل او اللي رقبتها طويله قوي بتكسر.
الحقيقه اللي حدت الرقبه دي وبتدور الوش. احنا طبعا بنتابع صيحات الموضه العالميه واللي بتحصل طبعا محليه انا هفك دي بقى عشان ماشي هندخل على اللي بعدها بقى. ايوه طبعا انت بتتابعي صيحات الموضه وكده، وطبعا اكيد في حاجات بتشدك في العالم يعني سواء محلي او غربي. ايه اكتر الصيحات اللي بتعجبك في الفنانين طبعا او الفنانات اللي بتلبس طرح او بتلبس حجاب؟ بس هي الطرحه كل ما كانت بسيطه كل ما كانت حلوه، يعني مهما كان في الاول في الاخر هو حكايه. فالحاجات الاوفر في الطرحه ما بفضلهاش بصراحه. تحبي الحاجات السيمبل دي؟ الحاجات السيمبل. طب حتى لو عروسه الاكسسوري اللي بحطها لها. انا كنت عايز اسالك بقى على موضوع الاكسسوري ده، ان في بنات اصلا مع لفه الاسبانش انا مش عارفه البس انهي شكل حلق يليق عليا، فده انت بتقوليهولهم ولا دي حاجه تانية هم من اختيارهم؟ لا مش من اختيارهم، لان يعني طرحه العروسه بالذات هي حاجه اساسيه من لوك العروسه. طيب اللفه الاخيره دي لفه كده او لفه سريعا برضو نشوف تكون لوك عليها ازاي. ممكن نعمل لفه تربون. ماشي اللفه دي تنفع قوي للبنات في الجامعه. طب هنا ريهام انت لابسه حلق صح؟ هي لابسه حلق صغير عشان وشها مدور. لو وشها طويل يبقى حلق طويل. ماشي حلو جدا. دي الطرحه دي ايه كل اللي بعمله ان انا من النص ماشي بربطها، مش بعمل اكتر من كده. طبعا انت هتستغرب بس لا مستغرب اصلا. مستغرب من اول الفقره. الطرحه دي الله ربنا يستر عليكم في البيوت يا جدعان، يعني الله كل اللي خاطب بقى واللي متجوز اهو انا جبت لك كل حاجه لحد عندك، فايه هتخلص كده تربون. بس سهله جدا لبنوته عايزه تنزل بسرعه للجامعه. دي للجامعه كمان تنفع. حلو طبعا، وتبان ان هي بناتي وصغيره. ايوه يا باشا بتاخد الكروكس في البيت. يلا انا نازله بسرعه. للاسف احنا عارفه الفيل ديزاين عندنا مش واخد حقه قوي. اوكي بس كده. ايش طب هل في حاجه بتنصحي بيها بقى للبنات؟ توكه طبعا اكيد لازم توكه. للطرح مثلا في الشتاء يعملوا حاجه؟ هل الطرحه مثلا بتاثر على الشعر لما يبقاش في بندانه؟ الطرحه نفسها تبقى تقيله شويه. تبقى تقيله تمام. يعني مش تقيله قوي عشان ما تاثرش برده على الشعر. أوكي. وما يلبسوش الطرحه وشعرهم مبلول. ما يلبسوش وشعرهم مبلول، دي معلومه مهمه جدا. بتجيلي عروسه وشعرها مبلول. الطرحه وشعره مبلول. لا بصي يعني ما حدش يلبس طرحه وشعره مبلول ليه؟ عشان بتقول لك بتاثر على الشعر. بيأثر على الشعر جدا. اول الفكره وانت معايا. تسلم ايدك والله، يعني تسلم. دي ممكن لو هي مش عايزه تخليها ورا ممكن ندخلها ما تبانش خالص. ممكن تجيبها على جنب. جدا اللوكات دي بجد جميله. تسلم ايدك يا امين. ربنا يخليك يا رب. انا بشكرك بجد، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا. ربنا يخليك. تسلم طبعا الهير فيل او هير اند فيل، مش عارف انا بغلط فيها ليه يعني. هير اند فيل ديزاينر اماني حسني، نورتينا وشرفتينا. كمان ريام سعيد، نورتينا وشرفتينا. نورتونا. احنا النهارده شفنا حاجات كتير قوي، بس طبعا اكيد ربنا يعني يكتر من حاجاتنا الحلوه والحاجات الجميله اللي احنا بنتابعها. ان شاء الله نطلع بس فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، وعندنا فقرات ثانيه اكيد مش هتروح في اي حته. استنوا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا، والفقرة دي مهمة جدا لأنها بتخص الشعر والعناية بالشعر والناس اللي بتعرض دايما للتقصيف وتساقط الشعر ومش عارفين ايه الأخطاء اللي احنا بنعملها في شعرنا وبتأذيها. عشان كده منورنا النهاردة دكتور أحمد آدم، رئيس مجلس إدارة شركة هيلث كير للعناية بالشعر. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بيك. منورنا النهاردة. أنا اتشرفت بوجودك. عايزة أقول لك إن في كمية أسئلة جاية لي عشان الشعر من البنات، يعني حاجات كتيرة جدا. وأنا جاهز النهاردة إن شاء الله، وإن شاء الله نقدر نفيد السادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا بيك و100 مرحب بيك وألف خطوة عزيزة يعني. الله يخليك. أنا اللي اتشرفت بوجودي معاكم النهاردة، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل السادة المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا دكتور يعني منتجات كتيرة قوي حضرتك بتقدمها لنا، وفي كمان مشاكل كتير بتواجه الناس يعني. طيب. فكلمنا كده عن البدايه الاول مع حضرتك، وازاي كانت الستارت اب بتاعتك؟ احنا في شركه هيلث كير
لما حبينا نشتغل في السوق المصري احنا النهارده درسنا وعملنا كومبيتيشن اناليسيز للمنتجات العالميه قبل ما نعمل كومبيتيشن للمنتجات المصريه. ليه؟ لان في كاتيجوري مجتمعي مصري هو انتراستد مع المنتج المصري. الكاتيجوري ده النهارده لازم يفهم كويس جدا ان الصناعات في مصر اتغيرت في الفتره الاخيره وحصل تطور فيها كبير جدا، ومعظم الناس اصحاب المصانع واصحاب الشركات هم حريصين جدا جدا ان هم يوصلوا بالمنتج بتاعهم للعالميه. ليه؟ من حيث الافيشنسي بتاعته، يعني النهارده الافيشنسي بتاعه المنتج والفعاليه بتاعته لازم تكون كويسه بحيث ان هو يقدر يخش في السوق التنافسي العالمي. حلو كلام. فعشان كده احنا في هيلث كير كنا حريصين جدا ان احنا ندرس، طلعنا بره مصر شفنا المنتجات الفرنسيه وشفنا المنتجات الالمانيه وشفنا المنتجات الانجليزيه بتتكلم عن ايه، والناس دي لما بتيجي تشتغل حاجه تخص الجلد بالذات بيشتغلوا ازاي بعنايه فائقه جدا، لان الحاجات دي بتبقى مؤثره جدا. جميل. فاحنا درسنا الناس دي بتعمل ايه وخدنا التجربه دي ودخلنا بيها مصر وعملنا كومبيتيشن وعملنا كومبوننت. الكومبوننت دي تكون فعاله جدا ومؤثره جدا في فروه الراس وتكون فعاله جدا لاي حد هيستخدمها. طب حلو جدا. طيب دكتور دلوقتي في ناس مثلا تقول ايه، انا شعري بيقع تمام بس انا مش عارفه هل ده المعدل الطبيعي لتساقط الشعر ولا زي بقيه الناس عادي ما الناس شعرها بيقع؟ امتى اروح اقول لا ده في مشكله انا لازم اعالج شعري؟ هو في طبيعي معدل طبيعي للتساقط اليومي. يعني النهارده الشعرايه من 100 ل 150 شعرايه تساقط في اليوم، ده اتس نورمال ريت ان هو ده معدل تساقط طبيعي. اكتر من كده بيبقى احنا عندنا في مشكله. تمام. يبقى احنا النهارده لازم النهارده نسعى ان احنا نحل المشكله بتاعتنا. تمام. المشكله بتاعتنا دي طبعا احنا في دكاتره الديرما في مصر دول الناس المتخصصه في الحته ديت، النهارده بتبقى مشكلتين، يا اما مشكله وراثيه يا اما مشكله غير وراثيه. تمام. عالميا المشاكل الوراثيه لم تحل عن طريق العلاج. يعني ما لحد النهارده في دراسات ومليارات الدولارات صرفت على حاجه اسمها الايبيجيناتيك عشان يوصلوا يعرفوا ان انت مثلا بعد فتره معينه هيحصل لك صلع وراثي، فازاي تقي نفسك من دوت. الدراسات دي اتعملت وفي النهايه أكيد. ما نجحش ومفيش علاج بيعالج تساقط الشعر. حلو كلام. الصلع الوراثي بالذات. جميل. لكن النهارده الحته الغير وراثيه ديت اللي هي بقى اللي هو تساقط الشعر الغير وراثي اللي هو طبعا مش جاي من عن طريق جينات من عند الاب او الام، لان في حاجه اسمها الاكس كروموزوم. الاكس كروموزوم ده بيبقى غالبا جاي من عند الام. تمام. فسبب الوراثه اللي جاي من عن طريق الام ده بيبقى مشكله. أكيد. تمام. فعشان ده ملوش علاج. اكيد. طيب احنا عندنا دكتور اكيد منتجاتنا كتيره وبنتكلم عن انها طبعا بتحل المشاكل. احنا بنقدم منتج يليق بالمشاهد. تمام. واكيد هيحصل فعالية. تمام. واكيد ده بمصداقيه سابقه يعني. تمام. صح. طب عشان برضو نعرض الصور كده عايزينك تتكلم عن المنتجات كده بشكل سريع يعني. ده كلام جميل. المنتجات نفسها بتقدم حضرتك ايه في الشركه؟ احنا عباره عن ايه؟ احنا في هيلث كير عملنا بورتفوليو كامل للشعر. جميل. وسميناه كي اند كيو. كي اند كيو جايه من كينج اند كوين. ليه؟ لان احنا عارفين كويس جدا ان تاج المراه هو شعرها. طبعا. واي ست بيت اي بنت بتبقى حريصه جدا جدا على ان هي تشتغل على شعرها كويس جدا، لان التساقط ده بيعمل لها ازمه نفسيه. تمام. فعشان كده احنا النهارده لما جينا اشتغلنا على المنتج بتاعنا في كي اند كيو كنا حريصين ان احنا نشتغل على جزء تريتمنت، جزء معالج، وجزء تاني كيرنج، لان انت اوريدي لما هتيجي تعالج محتاج ان انت تحافظ على الشعرايه دي وعلى رونقها طبعا. عشان خاطر تبدا الشعرايه تقعد معاك اطول فتره ممكنه وما يحصلش فيها تساقط، لان الشعرايه اصلا المفروض ان هي ليها 3 ليفلز. جميل. ال 3 ليفلز بتوعها اخر ليفلز فيهم اللي هو التليجين فيس، ده اللي بيحصل فيه التساقط بتاع الشعرايه. احنا النهارده عايزين بقى نحافظ ان احنا الشعرايه اذا كان منعنا التساقط ازاي نديها الكيرنج ونديها النورشمنت اللمعان بتاعها. طيب دكتور معلش، المنتجات دي لو مثلا حد عامل كيراتين او بروتين طبعا بيدفع عليهم مبالغ كبيره جدا. تمام. هل المنتجات دي بعد ما هي عملت مثلا كيراتين او بروتين بتحافظ على الشعر ولا بيبقى فيه مشكله برضو في الشعر؟ لان ستات كتير قوي بتعاني بعد ما بتعمل الموضوع ده الشعر بيقع كله. تمام. اما احنا الاول لازم نعرف هو ايه سبب التساقط. جميل. يعني ممكن حد يعمل بروتين معالج او كرياتين معالج. فاحنا النهارده عايزين نعرف هو ايه السبب الرئيسي في التساقط. لو احنا عرفنا، لان هو ممكن يكون السبب مثلا الرئيسي في التساقط ده ان مخزون الفيريترين جوه جسم الانسان قليل. تمام. ده ليه ريت، ليه راشيو،
تمام من 50 ل 70، لو قل عن ال 50 يبقى احنا عندنا في مشكله في مخزون الحديد، لازم هنشتغل على الحته دي. طب في ناس كتيره جدا تقول لك انا رحت عملت سي بي سي اناليسيز مثلا اللي هو صوره الدم الكامله، جميل، ولقيت ان الحديد عندي كويس، انا ليه بيحصل؟ لا، في فرق ما بين الحديد وما بين الفيرترين. أكيد. الفيرترين ده هو مخزون الحديد اللي بيأثر على الفوليكل الشعرايه. تمام دكتور احمد، احنا النهارده بنتكلم بمعايير طبيه، ولابد ان احنا نتكلم بمعايير الطبيه دي تكون عن سابق خبره ودراسه. تمام. اكيد ان احنا ما اشتغلناش محلي فقط. تمام. ده انا سمعت كمان منك انك طلعت بره مصر. تمام. وخدت خبرات وخدت ودرست الموضوع، مش جاي كده. تمام. صح ولا لا؟ صح. بتراعوا ايه في منتجاتكم؟ علشان ده اكيد هو الواجهه بتاعتكم اللي يميزكم اكيد. انا لما طلعنا بره مصر وقعدنا نعمل الكومبيتيشن اناليسيس دي، كنا حريصين جدا ان احنا نشتغل على منتج ناتشرال، لان هو العالم كله النهارده رايح في الحته دي. تمام. رايح ان انت النهارده هاو تو تريتمنت ناتشرال، ما تروحش الحاجه الكيميكالز. وعلى فكره الحاجات الكيميكالز اللي اشتغلت على الشعر هي اثبتت عدم نجاحها، لان الحاجات دي فيها مشكله ان هي لازم تشتغل لفتره طويله معاها، لو بطلتها ايه يحصل؟ تساقط ازيد من التساقط اللي حضرتك بتقولها دي مهمه جدا، لان طبعا الناس دلوقتي بتروح مثلا تشتري شامبو او حاجه، انا مش عارفه المكونات المفروض اخدها ايه، والمكونات اللي انا لقيت لو لقيتها لا انا ما اشتريش الشامبو ده. طيب الشامبو اللي حضرتك المفروض ان انت تستخدميه لشعرك لازم يكون اصلا فري صوديوم وفري سلفايت. جميل. العنصرين دول وجودهم في اي شامبو ده بيأثر على الشعرايه وعلى الكواليتي بتاع الشعرايه. جميل. لكن احنا النهارده ان هو المنتج بتاعنا الحمد لله، احنا لما جينا اخترناه برضو اخترناه ان هو يكون فري سلفايت وفري صوديوم. ليه؟ عشان ده يكون فيري هيلثي للشعرايه ذات نفسها، للفوليكل. كل حاجه فيه ناتشرال طبعا. طبعا طبعا. احنا 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 المنتج بتاعنا اخترناه بعنايه جدا ان هو لازم عشان ينجح معاكي لازم يكون اصلا المنتج هيلثي، يعني لازم يكون ناتشرال هيلثي للشعرايه، بيغذيها وبيفيدها. جميل. دكتور احمد، يعني تسمح لي ان انا اسالك السؤال ده؟ اتفضل. ناس كتير قوي في البيوت مهتميه تعرف ايه اصلا السبب ده؟ ايه السبب ورا ان انا يختفي شعري؟ يتساقط؟ يحصل له تلف؟ حاجات كتير جدا، ايه السبب؟ بص حضرتك الاسباب بيبقى في سبب انترنال. جميل. وفي سبب مرضي. تمام. الاسباب المرضيه مثلا فرق السكالب دي، لو حد عنده مثلا صدفيه، لو حد عنده اكزيما دهنيه، لو حد عنده ذئبه حمراء، لو حد عنده تنيازس حاجه من عدوى بكتيريه نتيجه تنيازس او ثعلبه، الحاجات دي كلها بتاثر على الجروس بتاع الفوليكل بتاعه الشعر. والوراثه طبعا. لا دي حاجات مش وراثيه. دي حاجات دي ديزيز، دي حاجه مرضيه. جميل. بتتعالج المشكله دي وبترجع بعد كده الشعرايه الكفاءه بتاعتها بترجع مره ثانيه. في حاجه بقى ثانيه مهمه جدا اسمها انترنال. انت لازم النهارده تعرف، يعني هم اكتشفوا مؤخرا ان الثايرويد جلاند الغده الدرقيه دي ليها دور مهم جدا جدا في تساقط الشعر. في حاجه اسمها الهايبر ثايروديزم والهايبو ثايروديزم، اللي هو ارتفاع نشاط الغده الدرقيه وقله نشاط الغده الدرقيه. ده بيعمل ايه؟ في حاجه اسمها الميتابوليزم. الميتابوليزم يعني عمليه التمثيل الغذائي. جميل. كون ان الهرمون المسؤول عن الغده الدرقيه ده نشط او غير نشط، ده بيأثر على عمليه التمثيل الغذائي، فبالتالي الشعرايه بتجهد وبتقع. جميل. فاحنا النهارده لازم نروح في الحته دي، لازم نعرف ايه المشكله. لو في ستريس نفسي او اجهاد او حاجه من هذا القبيل، ده بيأثر لان الاميونيتي المناعه بتاعت الجسم بتتأثر، فبالتالي بيأثر على الفوليكل على الشعرايه. فاحنا النهارده لازم نعرف السبب، هل هو عرض ظاهري موضعي ولا انترنال. لو وصلنا ان احنا حلينا المشكله دي، بقى كده احنا نقدر نوصل ان احنا نبني تاني الشعرايه وتطلع الشعرايه قويه جدا. طيب في ناس اصلا شعرها بيقع، هنيجي بقى للناس اللي بتعالج شعرها، بتروح تجيب حبوب تكثيف الشعر وبيجي معاها نتيجه مثلا بعد 3 شهور او 6 شهور. تمام. بس بتكتشف بعد كده ان الشعر بيظهر في الجسم كله. تمام. فازاي ان احنا نتفادى الاخطاء دي؟ بصي، هو الحته دي عشان هو في هرمون الذكوره، يعني عند السيدات الخلل الهرموني في هرمون الذكوره عند السيدات هو اللي بيسبب المشكله دي. فعشان كده الكومبوننت بتاعتنا الناتشرال اللي هي بتاثر على السكالب، الحته بتاعت الشعر بس، بنتجنب حدوث الموضوع ده. جميل. حتى في الحاجات الكيميكال اللي استخدمت في الشعر، هي بدات تنشط هرمون التستوستيرون ده. جميل. في هرمون اسمه ديهايدرو تستوستيرون، ده لما بيحصل نشاط فيه ده بيأثر على الاكتيفيتي بتاعه الفوليكل ذات نفسها. تمام. لكن احنا النهارده لو قدرنا ان احنا
نقلل نشاط الديهايدروتستستيرون ده. طبعا ده في عنصر مهم جدا، الزنك بيقلل نشاط الديهايدروتستيرون، تمام؟ فاحنا لما نقلل نشاط الهرمون دوت ده نقدر نوصل ان احنا الشعرايه الكفاءه بتاعتها، السيركيليشن بتاع الدم اللي هو محمل بكل الفيتامينز اللي رايحه للشعرايه بيكون موجود، تمام؟ فاحنا حريصين ان احنا نقلل نشاط الهرمون. اكيد دكتور احمد، النهارده بنواجه مشاكل كتيره، تمام، ولكن احنا النهارده خلاص ابتدينا على الخط الصح، تمام، ابتدينا على الحاجات الجميله. بتعمل ايه في خدمه ما بعد البيع؟ تابعت منتجاتك خلاص كله زي الفل، تمام، تعمل ايه بقى؟ اراي الناس واراي العملاء ايه الاخبار؟ في حته مهمه جدا جدا مع دكاتره الديرما في مصر. جميل. كل دكتور ديرما في مصر بيكون حريص جدا ان هو يكون اونست مع البيشنت اللي بيخش عنده. النهارده احنا لما دخلنا عند الدكاتره دول ولهم كل الاحترام يعني طبعاً، لان هم كلهم دكاتره كبار، احنا لما دخلنا عندهم معظم الدكاتره دول طلبوا مننا ان هو يستخدم المنتج بنفسه. تمام. ليه؟ لان هو يهمه ان هو يبقى فيه تراستابيليتي ما بينه وما بين الكاستمر البيشنت اللي داخل عنده، عشان هو يكتبه له في بريسكريبشن عنده. أكيد. تمام. فاحنا الحمد لله والشكر لله معظم دكاتره الديرما اللي جربوا المنتج بتاعنا كل الريفيوهات بتاعتهم شخصيا ليهم، اللي جرب ليه او للمدام او لاخته، كل الناس دي كان الفيدباك بتاعها بالنسبه لنا لا المنتج فعلا قوي. وانا عشان كده كنت سعيد جدا ان انا الناس الكاتيجوري المجتمع المصري اللي هو انترستد مع المنتج المصري، ان هو لازم يقول لك انا استخدمت المنتج الفرنساوي، استخدمت المنتج الالماني، معلش انا ما بجيبش غير الحاجه الامريكاني. احنا عايزين نقول له احنا النهارده في مصر اجتهدنا جدا جدا عشان نوصل للاكتيفيتي والافيشنسي العالميه طبعًا. والحمد لله والشكر لله احنا وصلنا طبعًا. تمام. الحمد لله طبعا احنا دخلنا وزاره الصحه المصريه وخدنا الموافقه على الكومبوزيشن دي. تمام. والحمد لله توافق عليها وطلعنا بالمنتج ده. الحمد لله والحمد لله احنا الاثر بتاعه والفيدباك كلها من كل الدكاتره ومن كل الناس اللي استخدموه ان المنتج فعلا ممتاز. بص بص يا نوره، دايما دكتور احمد كان بيكلمني قبل الهوا ان حاجاته منتشره انتشار كبير جدا طبعا في اسكندريه. أيوه. انا عايزك بس تقولي قبل ما نورا عندها حاجات كده عايزه تديها، لا انا عايزه اجرب المنتج عشان اقول لك رايي فيه بصراحه يعني، عشان بس المفروض ان انا اقول رايي بعد 3 شهور ولا بعد 6 شهور ولا في سايكل زي ما قلنا في الاول ان في سايكل للشعرايه ذات نفسها. انت النهارده عشان تحس بالفعاليه الكليه بتاعه المنتج بتاعنا مش قبل 3 شهور، تمام، لكن انت هتحس بالنتائج دي على مدار الفتره اللي احنا بنستخدم فيها المنتج. ليه؟ لان انت النهارده كان معدل التساقط بتاعك كان عالي، فهو اوريدي دخل الكافيين اللي احنا حاطينه في المنتج بتاعنا ده بيعمل نشاط للدوره الدمويه وبيزود خلايا الطاقه في الفوليكل ذات نفسها، فانت هتحس ان التساقط ذات نفسه بدا يقل. تمام. على بال ما توصل للريت اللي هو بتاع 3 شهور ان شاء الله هتلاقي معدل التساقط عندك، طالما ما كانش فيه حاجه انترنال داخليه او حاجه موضعيه ان شاء الله هتلاقي المنتج معاك اداك نتيجه 100% مش اقل من اي منتج عالمي. تمام. ان شاء الله. كمان احنا عايزين نتكلم عن مجموعه الارجان والكافيين. طبعا الحاجات دي كلها اكيد موجوده في الصيدليات، تمام، موجوده في كافه الـ تمام. الـ يعني الصروح الطبيه، تمام، صح؟ فكلمني كده كمان عن الأرجان والكافيين. المنتجات المصرية انت هتلاقي يعني المنتجات اللي فيها حاجات ناتشرال قليلة، هتلاقينا احنا يعني هلا الحمد الفترة الأخيرة دي احنا بدأنا ناخده مساحة من الماركت شير جوه الصيدليات كلها. جميل. ان احنا نبقى موجودين جوه، لان احنا المنتج بتاعنا فعلا احنا عندنا بورتفوليو كامل للشعر زي ما قلت لحضرتك، ان الناس كتيره جدا بتحب ان هي النهارده لما استخدم الشامبو تستخدم البلسم بتاعه وتستخدم الحمام الكريم، طب انا لما اجي اخرج استخدم ايه وانا خارج؟ بيبقى بديل الزيت بتاعه. فاحنا كنا حريصين ان احنا نكمل البورتفوليو كامل بتاع الشعر. مش هتلاقي في مصر حد اصلا لما جه اشتغل شامبو، اشتغل بلسم، اشتغل حمام كريم، لكن انا الحمد اول شركه مصريه نقدم البورتفوليو كامل للشعر والمنتجات بتاعتنا كلها الناتشرال كومبوننت. حلو جدا. يعني الاطفال والحوامل وعادي سيف جدا، سيف جدا، لان الناس دايما بتخاف من النقطه دي يا محمد، يقول لك لا ما تستخدميش الحاجات دي انت حامل. لا، ما هو المنتج بتاعنا ده سيف لكل البريجنن، كل الناس الحوامل، لان الحاجات برضو اللي كانت فيها كيميكلز وبتعالج تساقط الشعر كان في مشكله مع الناس البريجنن، تمام، ان هي تقدر تستخدمه، لكن احنا النهارده تقدر تكتبي لاي حد النهارده حامل او طفله صغيره تقدر تستخدمه ان شاء الله. دكتور احمد، منتجاتك فين؟ منتجاتك دلوقتي عشان الناس بس انا بكلم العميل قدامي، خلاص العملاء قدامي ومننا
ومن بعضينا يعني. تمام. منتجاتك فين وازاي متوفره، واروح لمين او اروح فين الاقي منتجاتي؟ احنا تقريبا موجودين في كل مجاميع التشين فارماسي في اسكندريه، موجودين في التشين فارماسي في القاهره مجموعه كير فارم، يعني فارماسي دي مجموعه كبيره موجوده في كل محافظات مصر. تقدر النهارده شغالين الاونلاين بتاعنا، عاملين يعني النهارده سبيشال اوفر ستارتنج من النهارده عشان العملاء بتوعنا اللي اتفرجوا النهارده على خطوه عزيزه، احنا هنعملهم سبيشال اوفر النهارده مخصوص ليهم. يعني دي حاجه هنفتحها لفتره معينه، دي حاجه حلوه جدا، ان النهارده هنعمل حاجه هديه على المجموعه، يعني جزء من الجروب ده نازل هديه فور فري على المجموعه، بلس ان احنا الشحنه هيكون طبعا فور فري. طيب دكتور، دلوقتي احنا قدامنا جهاز على الترابيزه كده، تمام، الجهاز ده ايه بقى بالظبط؟ الجهاز دوت ده اسمه ديرما سكوب، تمام. ده الجهاز المنوط بيه ان هو بيقيس كثافه الشعر عشان نقدر نحدد منه هل هو النهارده المريض دوت عنده صلع وراثي ولا صلع تابع لعرض مرضي، تمام. فمن خلاله لو هو شاف ان الفراغات بتاعت الشعر كبيره فبنقول هنا ان ده عرض وراثي، تمام. فده زي ما قلنا ان ده ملوش اي تدخل بالادويه، تمام. لكن هو في الحاله الثانيه ان هو ما يكونش عرض وراثي، طبعا بيبقى حلول كتيره موجوده، واحنا حل من الحلول دي ان شاء الله. يعني كل حاجه موجوده عندنا، مش هنروح بعيد يعني. وانا هجرب المنتج طبعا وهقول رايي، بصراحه انا كمان عايز اجرب. طب لازم تجرب. طبعا انا بجد سعيد وفخور ان في نماذج في مصر مشرفه بايد مصريه اصيله بتعمل منتج بجد، بتصنع حاجه من الاحلام، بتعمل فعاليه بجوده عاليه جدا مش تعادل، تفوق المنتجات الغربيه. انا بجد سعيد قوي بيك. وانا اسعد والله، ربنا يخليك. وانا اتشرفت بيك والله، شرفتنا ونورتنا. شرفني في الاستوديو النهارده وفي الخطوه العزيزه لينا الدكتور احمد ادم، رئيس مجلس اداره شركه هيلثي كير للمنتجات الشعر طبعا والعنايه بالبشره. بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا جدا. مشاهدينا طبعا اكيد فقرتنا ما خلصتش، ومش هنروح في حته كتير، ومش هنروح في حته تانية، عندنا فقره اخيره، فقره المطبخ. هنرقص وهنلعب وهناكل حاجات اللانش بوكس، حاجات الجامعه وحاجات المدرسه، حاجات بسيطه جدا وسريعه جدا ان شاء الله تابعها مع حضراتكم. ولكن اكيد ما تروحوش في اي حته، ولا تقوموا تعملوا كوبايه شاي ولا قهوه والكلام ده كله، اكيد راجعين على طول. استنونا. رجعنا لحضراتكم تاني مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، واستقبلنا ضيفتنا الكريمه الدكتوره ندى ابراهيم، اخصائيه التغذيه العلاجيه. ازيك يا دكتور؟ نورانا ومشرفانا. ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ ايه الاكل الجميل اللي قدامنا ده؟ ربنا يخليكي والله. اتفضلي. يعني اصلا بتحبي الاكل الصحي من زمان ولا لا؟ لا. احكي لنا على البدايات كده. انا كنت النقيض خالص، كنت يعني بالنسبه لي اي حد بيقول اكل صحي ده نهايه الحياه، لان الاكل كله ده احسن حاجه. بعد لما درست حسيت ان هو لا، احنا عندنا معتقدات هي مش حقيقيه، وان هو لا احنا اللي حاطين يعني مفاهيم معينه ان احنا لازم ناكل كذا وده ممنوع. فلما لقيت ان هو لا الدنيا مش كده، حاولت ان انا اوصل الناس لا احنا ممكن ناكل كل حاجه وما نستمتع بحياتنا عادي بطرق تانية. دكتوره ندى، انت متخصصه في المجال ده، والمجال ده يعني له باع طويل في حاجات كتير قوي، في مشاكل وفي دروبات وفي ناس بتختلف وبتتفق حاجات كتير قوي. طيب انت ازاي بتفيدي بقى الناس؟ اقدر افيد الناس؟ تفيدي الناس ازاي؟ بحاول ان انا اوصل يعني احنا دايما عندنا معتقد غلط، فاحنا بنوصله كلنا لبعض، بننقل الحاجه دي لبعض. فاللي انا اللي بحاول اعمله ان احنا ازاي، ايه الفكره الاساسيه دي، كانت فكرتها ايه؟ يعني كل مبدا مثلا زي النشويات بتخ. جميل. طيب احنا نفهم هي النشويات دي يعني ايه، وهي ايه اهميتها، وهي ايه ضررها، وكل حاجه نمشي ستيب باي ستيب بحيث ان احنا نفهم هي ايه الصح وايه الغلط. فلما تقتنع تقدر ان انت تنفذ. لكن فكره ان احنا كل عاده احنا ربطناها ان هي دي اللي لازم نعملها، هننفذها لان احنا خايفين منها. طب الكبار وبتشجعيهم وتمام، الصغيرين بقى ازاي بتشجعيهم ان هم ياكلوا هيلثي؟ ده هتورينا الحاجات الجميله. ورينا بقى ازاي نحضر، ورينا بقى كده مثلا اللانش بوكس للطفل مثلا، وانت بقى بتشجعيه بقى ان انت هتاكل الاكل ده، بيبقى بتقولي له ايه مثلا؟ هو اللي احنا نحاول الاول ان هو يكون شكل يعني اللانش بوكس نفسه كويس، اوكي، ويكون الحاجات فيها كالرفول شويه بحيث ان هي تلفت نظره. لما تيجي نجهز واحده كده على الهواء. طيب احنا في الاول خالص بنحاول ان احنا نحط سورس من كل حاجه، اللي هم الحاجات الاساسيه
اللي هي كربوهيدراتس وبروتين وفات. النشويات والبروتين والدهون. بس نخلي الدهون صحيه. فاحنا مثلا لما هنستخدم عيش هنحاول نجيب الحاجات اللي فيها حبوب كامله او رده او عيش بلدي بتاعنا العادي. بس نبعد عن الحاجات اللي فيها دقيق ابيض. اوكي، فمثلا زي ده في جبنه، وممكن جبنه قريش، جبنه ملح بيضه، جبنه يعني اي جبن بعيد عن الجبن الصفراء، بحيث ان هي تكون مفيده شويه واقل في الدهون. حلو جدا. تمام، فده مثلا ساندوتش جبنه وفي فلفل. حلو. اوكي، فده وده توست رده، ده توست حبوب كامله، وده عيش حبوب كامله، وعيش رده بتاعنا العادي. اوكي، فده اهو. بعد كده بنحاول ان احنا كده احنا حاطين سورس اوف كربوهيدرات، سورس اوف بروتين. اوكي، حلو جدا. ماشي. تمام كده، كده بقى بنحاول نحط بقى لنا مصدر للفايبرز اللي هو من الفاكهه ومن الخضار، وحاجه من الدهون اللي هي دهون صحيه اللي هي في الغالب بتكون مكسرات اللي ينفع نحطها في اللانش بوكس. تمام، فاحنا ممكن نحط اي فاكهه احنا عايزينها، مثلا نحط برتقان عادي. فكده احنا خدنا سورس للفايبرز، حاجه صحيه وفيها مينرالز وفيتامينز. تمام، اهو مثلا. وبعد كده نحط بقى حاجه فيها خضار، فمثلا زي هنا نقي اللي احنا عايزينه، ممكن نحط جزر. نحاول ان هو يكون الوان، لان كل لون ليه فوائد مختلفه، واللون كمان تلاقيه بيشد دايما الاطفال يعني. بالظبط، يعني دي حاجه بتلفت انتباههم شويه. دلع الاطفال. اه كده بقى ان احنا نحط كده محتاجين بقى نحط سورس الفات اللي هو اي حاجه من المكسرات. نحاول نجيب المكسرات النيه عشان نستفيد من الدهون الصحيه اللي فيها. تمام، لو في ناس بتحبش الني خالص ممكن يعني نحمصه تحميصه بسيطه قوي. ونحط اي حاجه، مش لازم دهون، ممكن نحط فول سوداني. تمام، يعني الفول السوداني برده بديل للمكسرات، حلو جدا. هنحط عادي شويه. ما ينفعش نعمل تشكيله عين الجمل بقى وقراصيا والحاجات الجميله والبلح والتمر والكلام؟ ممكن جدا ده. يعني احنا ممكن مع ده نحط مثلا ثلاثه اي فواكه مجففه احنا عايزينها. اه كده عيد. طب ده مش هيأثر يا دكتور على المعده يعني؟ مش هيعمل لك بقى تلبك معوي بكل الحاجات الحركات اللي احنا عايزينها؟ لا بالعكس، يعني انت بدل ما تاكل اي حاجه من بره انت عارف انت هتاكل ايه، تحس انك بتاكل اكتر. يعني في ناس تحس ان هاكل كل ده بس ليك بتاكل اكتر، وفي نفس الوقت لا صحتك كويسه، واللي عايز يخس بيخس، الدنيا بتكون اسهل كتير. بس في ناس بتحب قوي السناكس والحلويات والحاجات دي، ايه البديل بتاعهم؟ هو اللي احنا مش لازم يكون ليهم بديل، يعني احنا ممكن ناكلهم وناكل حاجات صحيه. تمام، يعني احنا بنحاول يكون يعني ناكلهم عادي، بس يبقى في وجبه مثلا في اليوم صحيه، وبعدها مثلا بعد الوجبه ولا قبل الوجبه ممكن انا اخد سناكس. احنا كده يعني بنحاول ان كل ساعتين ثلاثه مثلا بناخد حاجه. اوكي، ف 80% من اكلنا يكون وجبات صحيه، يعني حاجات كده بنحاول نختار النشويات المعقده، الدهون الصحيه، البروتين يكون من سورس كويس، والحاجات التانية 20% اللي احنا بنحبه. اكيد. تمام، اي حاجه احنا بنحبها، بس ممكن الحاجات المسكره ما تكونش على معده فاضيه قوي عشان نقدر نتحكم في كميتها. يا دكتور، الفتره الاخيره يعني ما شاء الله، يعني عندنا اطفالنا كلهم، اطفال مصر طبعا الجمال، ما شاء الله شهيتهم مفتوحه، ومعلش يعني هيملى بطنه ويملى عينيه شويه الحركات اللي حضرتك حطاها دي. تمام، زي الترند اللي طلع بتاع البطه اللي زميلنا من شويه كان بيقول عليه، حط في اللانش بوكس سندوتشات بط ولا حاجه خفيفه كده، ربنا يستر يعني. فبيقولوا ان الاكل الصحي ده مش بيشبع، فازاي هيشبع طفل هيشبع الراجل الكبير لو حد رايح بنك، لو شغال مثلا في اي مؤسسه؟ هو بالعكس، الاكل الصحي بيشبع، لان هو يعني لو لجأنا لكل الحاجات الاصلها اللي هي الهول جرينز او الحبوب الكامله، ولما ناخد البروتين من سورس كويسه، كل الحاجات دي هي الاصل اللي بتشبع اصلا، لان هي فيها الفايبرز. لكن احنا لما بناخدها في صورتها البسيطه زي العيش الابيض والحاجات دي، ساعتها ما بتشبعش. لكن برده مش هينفع نقول للطفل كل اكل صحي والبيت نفسه ما بياكلش اكل صحي، لانه هيحس ان هو بيعمل حاجه مختلفه. دي حاجه ما لهاش علاقه ببعض يعني. حرام عليكم يعني، مش منطقي يعني. حافظ على صحتك، طب ما تحافظ على صحتك انت كمان. طب اليوم الفري ده يوم مهم جدا في حياه كل اسره، يعني اسبوع كله دايت دايت، طب احنا بقى عايزين نفتح مكافأة. يوم كده في ناس هتفتح وجبه مثلا، في ناس اليوم كله تاكله، في ناس تقول لا انا مش هعمل فري خالص عشان امشي على نظام مظبوط، بس بيزهقوا بعد كده ويرجعوا تاني يزيدوا يعملوا حياتهم كلها فري. انا مش مع مبدا الفري قوي، لان احنا ساعتها بنحرم نفسنا طول الاسبوع عشان خاطر يوم او وجبه او ايا كان العد اللي احنا حاطينه لنفسنا، ففي المقابل بنحرم نفسنا تماما. أكيد. كل حاجه ممنوعه خالص.
فاللي هو البالانس. بعد اذنك يعني اتفضل. انا عيني في صباع موز قدامك نفسي في بعد اذنك انا محتاجه جدا. شكرا. انا بحب الموز جدا انا كمان. طيب ايه الحاجات التانيه قدامنا نقدر ان احنا نتكلم عنها برضو؟ انا شايفه في حاجات. ده ايه بقى؟ دي جبنه القريش. في كتير قوي ما بحبش ياكل الجبنه القريش. تمام حلو جدا. في كتير قوي اللي هو لازم ناكل جبنه قريش زي ما هي. احنا ممكن نعملها في صور ثانيه. يعني دي جبنه قريش مضروبه في زبادي معاها زيتون. جبنه قريش زبادي زيتون. تمام. وعليها رشه حبه بركه. حلو جدا. هو ريحتها ريحتها حلوه جدا. اللي بيحب الزيتون هيحس ان هي لا يعني طعمها بقى مادح مالح شويه. فالناس أوي. تقدر ان هي تاكلها. مش لازم ناكلها في صورتها اللي هو ايوه الحقيقيه. هي اللي كرهنا في الاكل الصحي ان هو لازم يعني هنفطر عيش وجبنه ونتعشى ما فيش عشاء. الدايت الطبيعي ما فيش عشاء. وان هو هنتغدى بروتين وسلطه. لو احنا بدانا ناكل كل اكلنا بس بعدين هنقدر ناكل كل حاجه براحتنا. حلو جدا. دكتوره الكلام اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده يعني بعد الموز تمام. هل هو جاي عن طريق شهادات بقى وخبرات علميه والكلام ده كله ولا من واقع خبره الحياه؟ لا من اول ما درست هو ده اللي خلاني بقى ان انا يعني افكر في كل ده. هو انا اصلا خريجه كلينيكال فارماسي اللي هي صيدله كلينيكال. بعد كذا شهر كده كنت ماشيه في الكارير ده وبذاكر كلينيكال فارماسي وبعد كده خدت بقى دبلومه كلينيكال نيوتريشن. فدي ببقى اخصائي تغذيه علاجيه. حلو جدا. جزء منها الحاجات اللي هو مثلا اللي عنده ضغط اللي عنده سكر الحاجات دي ان مانج ازاي. وجزء منها الناس اللي في المستشفى اللي بتركب لهم بقى رايل او تغذيه ورديه والحاجات دي. فلما درست اكتشفت ان هو لا الدنيا مش صعبه كده. أيوة. فان احنا نحاول ان احنا نوصل الدنيا بطريقه اسهل. طب في معدل اصلا انا المفروض بخس بيه؟ يعني في ناس مثلا تقول انا في الاسبوع خسيت 8 كيلو. انا في الاسبوع 12 كيلو. المفروض اصلا كل اسبوع المفروض بخس قد ايه؟ النورمال انك تخسي في الاسبوع من نص كيلو لكيلو. من نص كيلو ده ناس كتير قوي تزعل. بس دهون. لان انت مستحيل تخسي اكتر من كده يكون دهون. في الغالب بيكون ميه بقى وعضلات. لكن عشان دهون من نص كيلو لكيلو ممكن كيلو ونص. تمام كده انت بتخسي كويس. دكتوره نصيحه اخيره قبل الختام للناس في البيوت الاسره المصريه الناس البسيطه الجميله دي تحب تقول لهم ايه؟ ان احنا نحاول نفهم ان الحياه الصحيه دي مش حاجه تعذيب ولا هي حرمان من كل حاجه. كل الفكره ان احنا ناكل كل حاجه باعتدال. يعني 80% من اكلنا يكون صحي و20% اللي احنا بنحبه بحيث ان احنا نكون مسكنا عصايه النص كان اللي احنا بنحبه وحافظنا على صحتنا ومالينا بطننا وكل ده. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا دكتور ندى ابراهيم اخصائيه تغذيه علاجيه. نورتينا جدا النهارده وان شاء الله تكوني موجوده معانا في اكل هيلثي برده تاني ان شاء الله. مشاهدينا الكرام للاسف انتهى وقت حلقتنا. انتظرونا ان شاء الله الخميس الجاي وحلقه جديده وخطوه عزيزه. We'll be right back.